مرحبا، اليوم راح أكون معكم لأعلمكم طريقة تصنيع كمامة قماشية من 3 طبقات. الأدوات المستخدمة متوفرة في كل بيت، عبارة عن صحن قطره 25 سنتي، قطعة مغيط أستيك، بنسة، قلم، تبشير، مقص، خيط، إبرة. بالنسبة للقماش المستخدم هو عبارة عن قماش قطني متوفر في كل بيت، ممكن تستخدمي قطعة تيشيرت. حنستخدم منه طبقتين من هاي الخامة، وحندخل اللي هو القطعة الثالثة اللي هو عبارة عن قطعة هي مش قماش، قطعة شبيهة بهاي القطعة. طبعا قطعة الفلتر لازم تتغير والكمامة تنغسل بعد كل استخدام، حندخلها كطبقة ثالثة فلتر في قطعة الكمامة. طريقة العمل، أول شيء حنعمله إنه إحنا حنقص الدائرة بقطر 25 سنتي من خلال الصحن اللي إحنا قلنا نستخدمه، حيكون بالطريقة هذه. بعد قص الدائرة طبعاً حنتنيها من المنتصف، وكمان نتنيها كمان مرة على أساس يكون عندي 4 أرباع للدائرة، حنقصهم حيكون موجود 4 أرباع. من زاوية المثلث إحنا حنقص قطعتين منهم، مثلث كبير والقطعتين التانيين مثلث صغير، عشان هذا يمكنني من إني أدخل قطعة الفلتر الإضافية اللي هي القطعة الثالثة. الخطوة الثالثة راح نقوم بخياطة الأقواس، ونقوم بخياطة الأطراف من الطرفين، نتني تانية بحيث إنها تسمح بدخول مجرى، يكون في مجرى لدخول الأستك. وحنقوم أيضا بعد خياطتهم بقلبهم على الوجه على الوجه، ونخيط من الاتجاه هذا ومن الاتجاه هذا، ونقلب القطعة على وجهها بحيث تكون بشكل نظيف ومرتب. بعد ما قلبنا الكمامة حنعمل مجرى لقطعة السلك اللي حندخلها فيها. وظيفة هذا السلك إنه هو حيحكم اللي هو الكمامة على منطقة الأنف. بعدها بنقوم بإدخال الأستك في المجرى اللي عملناه، وظيفته هذا الأستك إنه هو بيثبت الكمامة على الوجه. الخطوة الأخيرة إنه إحنا بنضع قطعة الفلتر في الكمامة في المجرى اللي عملناه، وبنلبسها بالطريقة الصحيحة. نتمنى السلامة للجميع.